مش شايفه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني إن احنا نلتقي النهاردة على هذه المجموعة الجميلة، مجموعة الرماديون، وعلى هذه المنصة التليجرام. في البداية بقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، واغفر لنا تقصيرنا معهم، وحرر بقدراتك المسجد الأقصى. اللهم آمين. النهاردة I'm speaking to you about laser surgeries, a comparison and the highlights. هذا موضوع كبير جدا، والابروتش ماي ابروتش تو اكسبلين يعني بوينتس اور بارتس اوف ذيس توبيك، ان احنا لازم وي هاف تو فولو ذا ايفيدنس بيزد ميديسن اند يوز سورسز ذات ابلاي ذا ايفيدنس بيزد ميديسن. بحب ان احنا دايما نفهم what is the world doing nowadays and how it is thinking. نفهم ال international directions and the trends. لازم يكون عندنا good resources زي resources بتاع الـ American Academy of Ophthalmology, الـ American Society of Cataract and Refractive Surgery, الـ European Society of Cataract and Refractive Surgery, الـ FDA and so on. كمان احنا لينا منهج وهو البيشنت سنترد نت سنتردنس، الكواليتي والسيفتي واللين، ودي حاجات بتؤكد عليها كل الجمعيات العلميه الدوليه في الاداره والجوده، حتى الاف دي اي، حتى الامريكان سوسايتي، حتى الامريكان اكاديمي. الكل النهارده احنا نشوف دلوقتي بيحترم هذا الكلام وبيطبق هذا الكلام. فدي التوجهات الدوليه، وده المنهج بتاعنا اللي احنا بنحاول نمشي عليه. بذكر حضراتكم ب publications عملتها الامريكان اكاديمي اوف اوفثالمولوجي اسمها preferred practice patterns، وهي عاملاها في كل حاجه في العيون، يعني في الاكزامينيشن، في الايرورز اوف ريفراكشن، في الريفراكتيف سيرجري، عاملينها في السكوينت، عاملينها في الجلوكوما، عاملينها في الريتنا، عاملينها في كل حاجه. وانا طبعا اشجعكم واذكركم باهميه انكم تعملوا لها داونلود، دي ماتيريال فري، تبقى ابديتد كل سنه. والبريفيرد براكتس بارتنر بتبقى هي حاجه ميزه انها كونسايز، مركزه جدا وبتديك بريف، ما هيش كتاب. يعني لو انت مشغول هتقدر انك انت تقراها في ساعه زمن، مهما كنت مشغول. وأشجعك انك تطبعها، كل الحاجات المهمه دي، الدوكمنتس دي كلها. انا اشجع الزملاء مش بس نخليها الكترونيك عندنا على الكمبيوتر، وانما ايضا نطبعها ونخليها دايما قدام عينينا على المكتب بتاعنا، لان زي ما فيه مثل بيقول بعيد عن العين بعيد عن القلب، ايضا كذلك في العلم بعيد عن العين ايضا بعيد عن الخاطر. يعني في حاجات كتير ممكن ننساها، بس ان احنا وي سي ات ان فرونت اوف اور ايز اي ثينك اتس امبورتنت. بشجعكم دايما ان تعملوا الداونلود ديت، واي حد عاوز حاجه مني انا ممكن ابعتها له بعد ما اخلص هذه الليكشر على الواتساب او على التليجرام جروب ان شاء الله. برضه في حاجه ثانيه اللي هي ريفراكتيف سيرجري بريفيرد براكتس باترن. الحقيقه الكثير من الديتيلز المرتبطه بهذا الموضوع بيشرحوه بدقه جميله وباختصار جميل جدا، ودايما بيمشوا evidence based، يعني دايما الدليل العلمي وقوة هذا الدليل بيعملوا ranking للدليل. ايه الدليل بتاع الموضوع ده؟ هل هي موضوع في randomized clinical trials ولا single paper ولا فتبقى انت مطمئن دايما الى قوة الدليل. وهي اشبه بحاجة عندنا في الدين لما نقول لك ان ده موضوع الدليل على الكلام ده، يقول لك ده القرآن الكريم والحديث الصحيح، الحديث المتواتر، كما يكون فيه ما فيش دليل او حديث ضعيف. فزي ما عندنا علم اصول الفقه وعلم طرح الحديث والعلوم دي اللي ما فيش كلمه دليل بنستند اليه قبل ما نكون شايفين قد ايه هو قوي. strength of evidence دي نقطه مهمه قوي، عاوز دايما حضرتك تبقى اوير بقصه ذا strength of evidence، مش اي كلام نقراه. لانك انت دخلت تعمل سيرش على جوجل ولا على اي سيرش انجن هتلاقي حاجات كتير، بيبرز كتيره، مش كل الكلام قوي جدا. فلازم انت يو هاف تو سيلكت من اين تنهل العلم، من اين نشرح. لازم تكون بنشرح حاجات قويه جدا، وهي اللي بتوجهنا وهي اللي بتحركنا.
ده مرات اختراع بتاع الاكزايمر ليزر. يعني since the اكزايمر ليزر has been registered as a patent in the United States سنة 1990, surface ablation was the first technique to correct الأميتروبيا. وهنا طبعا جايبين الانفنتورز بين روبرت بي اتكنز ودونالد جي لارسون. دول كانوا في سانتياغو. وجايب لك هنا الدروبنجز, شوف ايام كانت الرسومات البدائيه. وجايب لك هنا الابستراكت بتاع الديسكريبشن بتاع مرات الاختراع, وكاتب لك هنا البيتنت نمبر كذا, وكاتب لك ان هو ديت اوف بيتنت كان 16 يوليو سنه 91, وكاتب لك جوه هنا انه كان فايل 10 يوليو سنه 90. فانا المهم ان احنا نذكر بالبيتنت وبراءات الاختراع, عشان احنا كمان ايضا مطلوب ان احنا نحاول نعمل براءات اختراع ونفكر في هذا الاتجاه. احنا متاخرين جدا في هذا الموضوع. فالزايمر ليزر طبعا عارفين حضراتكم كلكم بتذاكروا اوبتكس, مش السلايد دي فيها تكست كتير مش هقول كله. احنا عارفين انه اكزايتد ديمر عباره عن ريف جاس هالايد اللي هو الاركون وايد الويفلنس بتاعه 193 نانومتر, ومن ضمن المواصفات الحلوه بتاعته ان هو بيبقى بيعمل حاجه اسمها ابليتيف فوتو ديكومبوزيشن, و ات انفولفز ثري كومبوننتس بيحصل ابزوربشن, وبعدين بيكسر البونز بتوين الكولاجين مولكيولز. عندنا الكولاجين مولكيول بتاع الكورنيا في بينها بونز, فهو بيكسر هذه البونز, وبعدين بيحصل بقى كده ايه سبليميشن او ايفابوريشن للمولكيولز دي هتبين كومبوست. يبقى عندنا ابزوربشن, بوند بريكنج اند ابليجن. برضه ان الاكزامبل ليزر ده بالذات في حاجات ثانيه, في حاجات ثانيه برضه زي الزيرون فلورايد وزي الزيرون كلورايد وزي الكريبتو فلورايد, دي كلها ريل جاس هالايدز. ده برضه ان الارجون فلورايد افضل واحد فيهم ذا موست اوبتيمال فور كورنيال ابزوربشن اند ابليجن بيكوز اوف اتس سفيشنت فوتون انرجي اند بريسيشن. It only penetrates the very superficial layers, 0.3 من الميكرو. والتشوه بليزن ديبش بتاعه بيبقى positively correlated with the logarithm of laser density. 1 ملي, 1 جول per centimeter energy. 1 جول كان ablate approximately 1 micron of a corneal tissue. حاجة دقيقة جدا. In addition, انه بيبقى called laser. فعشان كده بيقدر يعمل accurate ablation للتشوه. وملوش thermal damage. بيعملش thermal damage. دي characteristics of the examiner laser اللي احنا بنستخدمه في laser corneal refractive surgery. ونيجي بقى بعد كده بقى عند اختبارات اختراع مهمه جدا للمايكرو كروتوم والفلاب ليفتنج. فكره الفلاب ليفتنج, العالم ده عالم غلام بيمن, اعتقد كمان احمد او علي, وده امريكي من اصل ايراني, وده سنه 1989 قدم براءات اختراع برضو في مكتب براءات الاختراع في امريكا, وقدمها بتاريخ 22 يناير سنة 88, وتمت الموافقة على هذه البراءة في 20 يونيو سنة 89. وشايفين احنا هنا براءة الاختراع, وفيها طبعا لها كثير من الرسومات. وبعد كده كان اول واحد يشتغل ويعمل لعبة كان يوهانس فونتاريس, كان اول واحد يعمل ليزر ويشيل فلابة من عيون بشر. وكانت اول واحده تستخدم الاكزايمر ليزر عشان تعمل ابليشن مارجريت ماجنالز, اول طبيبه تستخدم الاكزايمر ليزر عشان تعمل بي ار كي كانت مارجريت ماجنالز. وكان اول واحد يعمل ليزر ويقطع فلابه كان بوليكاريس, لان انتوا كلكم عارفين واكيد بنشوفه في المؤتمرات وبيجينا هنا نص كتير. وكان اللي اخترع الفكره غولم بيمن, وبيمن ده ليه مؤلفات كتير قوي, واصلا جراح شبكية, راجل مبتكر, راجل له كتير من الاختراعات. طبعا هنا زي ما بتكلم عن هذا الموضوع لازم نذكر هذا الهيستوري. بعد كده جينا عند الفيفتي سكند ليزر, وكلنا نذكر الدكتور احمد سبيل وانه اخذ جايزه نوبل في هذا الموضوع بالنسبه. وبعد كده بدات الايه بداوا يستخدموه سنه 90, واحد اسمه كابتس بدأ يستخدمه في على كورنيا. والليزر باور نفسها احنا عارفين ان هو الفيم سكند ليزر بيشتغل على 10,000
53 نانوميتر بالبنس بتاعه 1053 قريب من الياك، ان الياك 1054 لكن الفيمتو 1003 الياك اسف 1064 1064 لكن هنا الفيمتو 1053 نانوميتر وفيري شورت بالس دوريشن. يختلف عن الياك في ان هو فيري شورت بالس دوريشن 10 اس 15 وده بيقلل اللاترال دامج. الشوك ويف بتاعته بتكون فيري سبول حتى لما نقارنها بالشوك ويف بتاع الياك ليزر. الاكوس بتاعته بتبقى 5 مايكرونز لونج هاي بريسيشن ان اوفتالميك اوبريشنز. عمل طفره طبعا طفره كبيره في جراحات. لما نتكلم عن الريفراكتيف ليزر كورنيال سيرجريز احنا عندنا اكتر من موداليتي. بدانا بالسيرفيس ابليجن تكنيكس، والسيرفيس ابليجن تكنيكس تشمل ثلاثه تكنيكس، تشمل الفوتو ريفراكتيف تراكيكتومي اللي هو البي ار اي واللازيك والاي بي ليزر. فلما نقول سيرفيس ابليجن يقصد بها تكنيكس الموست بوبولار فيهم هو الفوتو ريفراكتيف تراكيكتومي، ان احنا نشيل الابسيليوم خالص ايا كانت طريقه البتيل ريموفل، كنا بنشيلها ميكانيكال ولا بنشيلها كيميكال ولا بنشيلها بالليزر ولا بالموجراس. واللازيك برضو طريقه بنحاول نشيل الابسيليوم بس بنحافظ عليه and keep it on a side and after performing the ablation we return the epithelium back. برضو ممكن نستخدم الكحول 20%. والإيبي ليزر بيبقى فيه هيد كده زي الهيد بتاعت المايكروكروتوم بس بتبقى سيمي بلانت وفيري سوبرفيشال بحيث انها يدوب برضو بتبقى الباسز اوفر كورنيا and it removes the epithelium and keeps it in as a single layer after ablation we return it back اسمه إيبي ليزر او إيبي بيوليسيس. الليزر احنا عارفين ليزر اسيستد ان سايتوكراتوميديسيس. فهمتوا الليزر؟ طبعا الليزر كنا بنستخدم ميكانيكال مايكروكروتوم. فهمتوا الليزر كنا بنستخدم فهمتوا سكن ليزر تو كريت افلاج، وهنا بيبقى الاكيوريسي اوف فلاج ثيكنس وديزاين اوف سايت كات سيفتي تبقى اعلى من استخدامنا للميكانيكال مايكروكروتومز. وبعدين كمان اللاست تكنيك هو الفيمتو سكند سمول لينتر شوت اكستراكشن او السمايل سوري. كل هذه التكنيك بتشترك مع بعضها في البريوبريتيف ايفالويشن ان احنا الاوبثالمولوجيست الاوبريتيف اوبثالمولوجيست لازم الجراح اللي هيشتغل بنفسه هاز اولتيميت ريسبونسبيلتي، لازم بنفسه هو مسؤول عن البريوبريتيف اسيستمنت and the post-operative care of the patient beginning with the determination of the need for surgery. ده من محدد هل فعلا المريض ده محتاج العملية دي ولا لا. بعد ذلك عاوز اقول انا ما بنحبش نسمي الناس اللي عندهم errors of refraction مريض. اعتقد التسمية دي غير صحيحة لان احنا we know that errors of refraction are not diseases, they are errors of refraction. فلما يكون عندي ضيوف بيجوا العياده ناس جايه ايا كان نساء مدام استاذ استاذه فبسميه كده استاذ او استاذه او ضيوف. It is not fair psychologically ان احنا to call them patients. دي نقطه مهمه جدا. ساعات يجي لك تليفون من واحد صديقك يقول لك كام عشان نتعشى سوا، خلاص عيادتك ولا لا؟ فبتقولش انا عندي مريضه هكشف عليها عشان بعمل لها اعملها ليزك واجي لك قبلك بعد كده. you don't you shouldn't describe your guest as a patient. البنت دي ممكن تكون طبيبه، ممكن تكون طالبه طب، ممكن تكون بنت هتتجوز بعد شهر، ممكن يكون معاها خطيبها، ممكن يكون معاها اخت العريس. it is not nice for them to hear from your tongue that she is a patient. لان الكلمه دي ممكن تخرب بيوت. تتخيل في بعض المجتمعات عندنا زي في الريف وفي الصعيد وفي البدو لما تمشي اخت العريس وتروح تقول لاهل اهلها هي مريضه والدكتور قال عليها مريضه، مريضه يعني عيانه يعني عندها عيان في عينيها. القصه دي تخرب بيوت. فاطباء العيون لازم وكل طبيب مش عيون بس لازم نبقى كيرفول على كل كلمه احنا بنقولها. بالتالي احب ان احنا نطلب من القاموس بتاعنا ان ده patient. they are not patients, they are normal people who have errors of refraction لان الاي كلها نورمال، كل الاي تيشوز اند ديز ار نورمال. it is your responsibility to يعني ايه
تكشف عن المريض بنفسك وتحدد هو محتاج العمليه دي ولا لا، والبدائل الثانيه ايه، والبوست اوبرتيف كير شكلها ايه، وتشرح له كل البدائل. لان الايام دي ايه بيحصل كتير، ان تلاقوا في ناس تكشف وبعدين يجيبوا السبجكتس، هنسميه سبجكتس، الدكتور تاني يشتغل، تلاقي دكتور بيشتغل لسه وهو ما كشفش على الناس. ده طبعا مال براكتس خطير جدا وغلط تماما تماما. لازم انت بنفسك تكون كشفت على المريض اللي انت بتعمل له عمليه بنفسك، تظبط اكسبتبل ان ده يحصل. واي جراح ينتبه الى اجراء عمليه جراحيه هي شود ستارت باي اكزامينينج البيشنت. برضه الاوفثالمولوجيست هاز ا ريسبونسبيلتي، ده الاوفثالمولوجيست هو از تو بيرفورم ذا ريفراكتيف سيرجري هاز ذا فولوينج ريسبونسبيلتيز. ان انا هنا سايب الارقام بتاع الريفرنس ديت لانها موجوده في اخر الفيرد براكتس باكتس. انا طبعا في حاجات كتير هفوتها وهنشوف فيديوهات عشان ايه ونشوف التكنيك. لازم زي ما قلنا الاكزامنت بيشنت كوبرتيف دي، لازم كمان يبقى في ريكورد للجست او السبجكت، ايه لازم فيها ريكورد عشان نسجل فيه كل الايفالويشن وزير الدوكيمنتس بالحفظ. ولو العين عامل، لو الانسان عامل انت كام، هذا كوبي اوف ات، يا ريت يكون في الكترونيك ريكوردز. الانفورمد كونسنت هنتوقف عنده بعد شويه. و السيرجيكال دايجنوستيك ايفالويشنز الباتيمتري والانتقام والميكانكس اوف ذا كورنيا، الحاجات دي كلها لازم نتوقف عندها. والسيرجيكال بلان اللي هي زي البيشنت والبوست اوبرتيف كير، الخطه ايه ومين هيساعده البيشنت في الفولو اب وهكذا. وكمان من حق المريض ان هو to discuss the costs associated with surgery. مسموح ان يكون لك مساعدين بيساعدوك في الداتا كوليكشن وفي الميجرمنت. ناس تكون يكون trained under ophthalmologist supervision. Comprehensive medical evaluation لازم حضرتك تمشي عليه، وهو one of the preferred practice patterns بتاع الميديكال اكاديمي. حضرتك برضه تعمل له داونلود ولازم تعمله، يعني لازم كل واحد تعمل دايليتد فانكس اكزامينشن، تعمل جود اكزامينشن لللانس. ما ينفعش يعني سبجكت او تيست او ايا كان يجي لك كده بسرعه وتيجي على طول كاشف عليه اكسترنال اكزامينشن وتاخد المانيفستر فراكشن بدون سايكولوجيكال فراكشن ولا بدون فانكس اكزامينشن، وتدخله على طول عشان تعمل له عمليه ليزر فيجن كوركشن وتقدر without examining him in a comprehensive way without measuring the pressure and examining the fundus. فمن كل الحاجات دي هوقع فينا distant visual acuity assessment with and without correction وشوف الريدنج reading شكلها ايه الى اخره. لما بنعمل ابليجنز بيقول لك ان هنشوف هنشيل الريزيدوال ثيكنس اوف ستروما المينو يكون 250 الى 300. ولكن ما فيش ابسولوت فاليو ذات جرانتيز ان ما يحصلش اكتيزيا افتر يور تكنيك. عشان كده بعد شويه هنتكلم في بيبر المهمه جدا انا عملها راند مان والعمل كمان اكتيزيا ريسك سكور، بيبر دي جميله جدا وهحطها هستناكم تنزلوها داونلود او انا هبعتها لكم لانها بيبر مهمه جدا. بناء على البيبر دي وكل الداتا اللي هي اكوموليتنج بيعتبر abnormal topography the most significant risk factor. لو لقينا واحنا بنعمل بدي اوفر تيب اسسمنت دي سبجكت او الجست او الانسان لقينا عنده abnormal topography او suspicious topography، دي اخطر حاجه قد تدل على occurrence of post risk ectasia. لو لقينا abnormal topography او tomography او indices وعندنا بين امبروجيو وانهانسد اكتيزيا ديسبلاي اي حاجه زي كده، يبقى احنا على طول وي هاف تو ريسبكت ذس. وبعدين عندنا حاجه مهمه جدا اعتقد لازم كمان نهتم بيها ونقيسها لكل واحد بنعمل له هذه العمليه اللي هي بيرسنت برسنتج اوف تيشو اولترد. لازم دي حاجه نقيسها لكل انسان
قبل ما بنعمل له العمليه وبعد ما بنعمل له العمليه دايما تكون ايه في السنتر فيش اورتب. دي هي عباره عن انك انت بتؤسس تكنس وقت فلاب قد ايه لو بتعمل له ليزك، والفلاب ابليزن ديبث قد ايه، وتشوف انت فين لوكيشن او السنتر كورنر تكنس، وهتجمع الاثنين مع بعض الفلاب ثيكنس مع الابليجن ديبث الاثنين على السنترال كورنر ثيكنس تضربها في 100، والمفروض ان الناتج في الاخر مش مسموح لك انك انت تقل عن 40%. بيفوتنا ان احنا بعد ما نعمل العمليه ان احنا نخلي المساعد بتاعنا يقول لنا الابليجن ديبث قد ايه، ولازم نثبت دي في البريسكربشن او في الفايل بتاع الانسان، وكمان نعمل لاب ثيكنس قد ايه. لازم ناخد الداتا دي ونسجلها في الشيت بتاع كل انسان علشان منها نحسب ويبقى لنا حدود. دي اوقات كتير بننساها وبتفوتنا. لازم كمان احنا بنحضر الانسان بتاعنا البريوبتيف اكسبكتيشنز والسايكولوجيكال كاركترستكس، لازم نعرفها لانها لها دور بتؤثر على الساتسفاكشن بعد العمليه. الاكسبكتيشن شكلها ايه والسايكولوجيكال كاركترستكس. في بعض الناس بيكون عندهم ديبريسيف سيمتومز دي بترتبط بانها بتقلل البيشنت ساتسفاكشن بعد ايه بعد العمليه. مقارنه سريعه بين السيرفيس ابليجن تكنيكس والليزر، ان السيرفيس ابليجن تكنيكس سواء كانت الـ PRK او الليزر او الايبليزر they will keep more residual posterior stroma it is preserved and there are no flap related complications. Disadvantages of surface ablation techniques when compared with the laser انها include more discomfort and slower recovery of vision. Surface ablation techniques في discomfort, في pain, slower recovery of vision due to the longer re-epithelialization time and the potential development of sub-epithelial haze. ممكن عند البعض ذات مع high errors يحصل sub-epithelial haze. Cochrane review في 2016 found no difference in efficacy between LASIK و PRK in correcting myopia. وبالتالي أنا ممكن أعمل PRK مش لازم أقول LASIK. هنا الإفيدنس مش قوي جدا. وبرضه في كوشن ريفيو سنه 2017 فاوند نو كومبارابل ديفرنس بتوين انك تعمل لزيك وليزك ان كوركشن اوف مايوبيا، اند ايرليير كوشن ريفيوز فاوند نو كومبارابل ديفرنس بتوين الليزك والبي ار كي. فليزك وبي ار كي اوكي الاثنين مع بعض، لزيك ولا بي ار كي الاثنين اوكي، لزيك ولا ليزك كلهم ايكوال في الاخر في الفيجوال اوت كومز اند ريزلتس اللي بيحصل عليها الانسان. اخر كوشن ريفيو سنه 2020 كونفيرمد ذات لازيك والبي ار كي والليزك كل هذه التكنيكس سواء السيرفس او الليزك، وهنا ما بيتكلموا ليزك بيضموا فيمتو ليزك مش ليزك بس، ليزك وفيمتو ليزك may be equally effective in correcting myopia and that there was no significant difference between wavefront versus conventional excimer ablation. يعني نختار نعمل wavefront يعني كاستمايزد ولا نعمل الكونفشنال ولا اور بتوين ويف فرونت اوبتمايزد فيرسس ويف فرونت جايدد تريتمنتس الكل ايكوال، ولكن هنا الايفيدنس ضعيف لان برضه ستيل في سيتويشنز الويف فرونت جايدد والويف فرونت اوبتمايزد في سيرتن سيتويشنز هنديزايد من اجلها ان احنا نعمل الكلام ده بالذات بيكون عندهم هاير اوردر ابريجنز او في الريجولاريتيز اوف ذا كورن. عشان كده هو اللي قال لك هنا ان الايفيدنس ضعيف انسفيشنت اوكي، وفي بعض الحاجات اللي فيها جود وسترونج ايفيدنس. سو ذيرفور ذا سيلكشن اوف سيرجري كان بي ديبندنت اون انديفيدوال بيشنت كاركترستكس او سيرجون بريفيرنس. يعني انت بتقرر تعمل انهي عمليه لان دي كلها تكنيكس موجوده في بلاد العالم بنسب معينه. كل جراح ممكن يختار للعيان ده ممكن اعمل لك كذا او للعيان ده انا ممكن ايه اعمل لك كذا. صح صح التعبير.
مع الهيبروتيك ابليجن بروفايل، انتوا عارفين حضراتكم ان هو بيعمل بريفرال انيلر ابليجن، الليزر بيشيل البريفرال رينج انيلر ابليجن الاونت السنترال اورتيكيشن، وده يعني انتوا عندكم ستيفنينج للسنترال كورنيا ريلاتيف للبريفري. الفيرست اف دي اي فيرست ابروف ذا يوز اوف ذا اكزايمر ليزر تو كوريكت هايبروفي سنه 98. عندنا الاجهزه بتاعت الليزر في الدليفري، كان عندنا حاجه اسمها سكان سلايت، كان قبل كده في برود بيم، لكن دلوقتي غالبا بقت فلاين ستوك تكنولوجي، وكانت ما زالت برضه كانت بعض الاجهزه شغاله بسكان سلايت في قصه الايه الليزر دليفري. الليزر النهارده كلها فيها فيه في التراكنج، وبقى فيها كمان اوبشن سنتريشن بالاضافه لانها مجهزه باي ديستريشن علشان تو ديتكت اند ميجر الهاير اوردر ريجنز اند تو كونكت ذيس هاير اوردر ريجنز. الادفانسد فرونت جايدد والفرونت اوبتمايزد اند توموغرافي جايدد باترنز دول كلهم افيلبل. الفرونت اناليسيس يخلينا ميكس يوز اوف ديتيد ماب اوف ذا اوبتيكال سيستم اوف ذا اي ميجرد اكروس اند انترانس بيوبل ابيرتشر. ذس ماب از يونيك تو ذا ميجرد انديفيدوال اي اند كان بي ديسكرايبد باي فارينج ديجريز اوف ستاندرد اوبتيكال ابيريشن تيرمز. احنا عندنا low order aberrations اللي عندنا الايه اللي احنا سماها myopia hypermetropia astigmatism اللي سماها low order او سماها defocus. اما higher order aberrations اللي هي infinite series سلسله لا نهائيه من الorders increasingly complex optical imperfections that characterize what was previously known as irregular astigmatism. Astigmatism that is not correctable with sphere cylindrical lenses. Wavefront guided and wavefront optimized techniques attempt to maintain a more prolate corner shape, thus reducing the induced spherical aberration. Compared with conventional lasers, both wavefront guided and wavefront optimized ablations may lead to improved quality of vision under dim lighting conditions. Wavefront guided or wavefront optimized techniques generally remove a greater volume of tissue than conventional procedures. بعرف كويسنا ما عندك قرني already بالعافية 580 وتقول له اعمل لك customization، تبقى عارف كويس ان customization يشيل التشو اخطر. اتكلمنا عن الاكزايمر ليزر، و هنخش بقى على الايه الاندكيشنز. والاندكيشنز اللي هنا اللي هي الشركات اللي بتنتج اجهزه اكزايمر ليزر، كل شركه وهي بتقدم الاستدي بتاعتها للاف دي اي كانت بتتكلم عن رينج معين من الايرور، سواء مايوبيا او هايبروبيا او استجماتيزم او ميكسد استجماتيزم. ودي التيبلز دي موجوده هي، وهي ببلشت في الكتاب بتاع الامريكان اكاديمي، ببلشت على الانترنت، ببلشت في مواقع الاف دي اي. وفعلا مهم لان لما تيجي حضرتك مثلا هتستخدم جهاز معين من الاجهزه، وبعدين سي جهاز اهو مثلا لو كان على سبيل المثال كارل زايس ميديتك مال 80، هو في الاستادي اللي قدمها للاف دي اي عشان يحصل على البروفا اللي بيقول لك مايوبيا اقل من او تساوي ماينس 7 with or without astigmatism ماينس 3. طب لو هو جاله عيان او انسان عنده ناقص 8 او ناقص 9، يبقى هو دلوقتي بيعمل حاجه اسمها اوف ليبل، خرج بره الرينج اللي مسموح له بيه. ففهم الكلام ده مهم جدا، مش انها معلومه تاريخيه فقط قد ما معروف ان انا بشتغل بجهاز انون. فالاستدي اللي اتقدمت دي يبقى الاف دي ابروف ان بهذا الجهاز يو كان جو تو ذس رينج اللي بيبدا من كذا الى كذا. عندك مثلا فوق الجريتو ويف لايت من مايوبي اب تو ماينس 12 ويز ويزاوت استيمتيز اب تو ماينس 6. فده لما هيجي له عيان او انسان عنده هاي مايوبيا محدش هيقول له انت عملت حاجه اوف ليبل، يعني خارج موافقه الاف دي. طب هو معنى الكلام ده انه ما اشتغلش؟ لا اشتغل. الاف دي حتى في كل الببليكيشنز بتاعت الامريكان اكاديمي
مش معناته انها اي حاجه اوف ليميت ما تتعملش، اطلاقا ما حدش قال كده، بس الفكره ان حضرتك وانت بتعمل له كونسنت زي ما هنشوف بعد شويه، يكون فقره الكونسنت ان انا اعرف ان الجهاز حصل الابروف لغايه الرينج الفلاني، ولكن انا عينيا فيها ضعف اشد من ده، وانا موافق ان الدكتور يستخدم نفس الجهاز علشان يصلح لي النقص 8 اللي عندي على سبيل المثال. اوكي؟ نفس الكلام في الهايبروبيا، فهنا في يبقى في الهايبروبيا عند استجماتيزم في التيبل دي مهمه جدا لينا كنوع من الاورينتيشن. هي شامله كل الاجهزه الحقيقه، يعني بتتكلم في الابيكريتو بتاع الكم، بتتكلم في الكارزايز مل بتاع الكارزايز، بتتكلم في الميديك، بتتكلم في التكنولاس بيرفكت فيجن التكنولاس 217 اي 217 زي، وبتتكلم في الفيزكس باجياله المختلفه والرينجز، ودي كلها معلومات حديثه. عندك على سبيل المثال الفيزكس اهو مثلا ما يبقى اب تو ماينس 11 اب تو ماينس 5، كتب لك هنا التاريخ بتاع كل الابروفلز، واكتب لك الايه الداتا بتاع كل الايه كل الرين لو هي بره الليمت اللي لازم يكون فيه سبيشال سنتنس في الكونسنت فورم للنقطه دي. ما تعديش كده. دي برضه كذلك في دي نعمل فيديو بوست. نعم دكتوره، بقول لحضرتك الشير سكرين اللي حضرتك عاملها مكتوب فيها فيديو بوست، موقف فيديو فيها؟ لا انا مش موقف، هو واقف ولا ايه؟ واقف يا فندم. الفيديو واقف؟ ايوه حضرتك عامل له بوز، حضرتك عامل له موقف. انا عامل له بوز، انا جايب عندي شاشه مليانه حاجات غريبه كده، مش فاهم الحاجات الكتيره دي، بس انا مش موقف حاجه. الفيديو عندي عشان حضرتك عملت شير سكرين كذا مره دخلوا جوه. مال الدنيا شاشات غريبه، مش فاهم. ما هو دي نفس الظاهره، نفس الظاهره عندنا برضو. حضرتك معلش استاذنك نقفلهم يعني. اختفت؟ ايوه ماشي كده. اختفت دلوقتي؟ لسه واحده بس. في الفيديو بوست كده برضو جات لنا فيديو بوست تاني. الفيديو بوست؟ لا ايوه فندم. اشتغل؟ انا مش عامل بوز. أيوة اشتغل ولا لا؟ شغال بس ثلاثه سكرين جوه بعض، يعني الشير سكرين اللي عندي ثلاثه سكرين جوه بعض، يعني في ثلاث صور او اربعه. انا عندي كده برضو، انا مش عارف، انا مش فاهم دي. انا عندي برضو جايب كذا. ايوه فندم حضرتك تقفلهم بس من هنا واحده واحده وهو طيب. هنقفل واحدة واحدة. ماشي نقفل ديت، نقفل ايه ده بيزيدهم، ده بيختارهم ايه ده؟ اما هي الشاشات عمالة تكتر، عدد رهيب من الشاشات. don't know what's this. طب حضرتك اعمل stop sharing، stop share screen ونبدأ تاني. اعمل ايه؟ stop stop share screen، stop share screen. share screen stop sharing، كتبت stop sharing. ماشي ممتاز كده. اللي ظاهرة عندنا الصورة بتاعت حضرتك بس، اللي هو الفيديو بتاع حضرتك بس، يعني اوكي كده؟ كده كملت حضرتك بس اللي ظاهرة. استأذن حضرتك بقى نبدأ شير سكرين تاني، وحضرتك كده عليها مرة واحدة، يعني اضغط شير سكرين مرة واحدة. شير سكرين مرة واحدة. اوكي؟ اوكي لما تظهر بقى، احنا مدين لها وقتها يعني. طيب طيب حضرتك في الاثناء دي بس كنت عايزه اسال طيب. حضرتك في نقطه ثانيه تقولها لها تاني، اللي هي بتقول ايه حضرتك؟ النقطه بتاعت البرسنتج اوف، النقطه بتاعت برسنتج اوف النقطه دي دي نقطة مهمة جدا النهاردة، من ضمن اللي هو precautions in order don't not to have post lasik ectasia أو post PRP ectasia. إن لازم نسجل لكل مريض، أعرف أسجل، لأن إحنا بيحصل بالظبط، بنروح نعمل ناخد البيشنت أو السبجكت ونروح المركز نعمل ليزك ونمشي، ما بنسجلش التكنس بتاع الفلافا كان قد إيه، وكمان ما بنسجلش الابليجن ديبث.
فالاسيستنت هيقول لي احنا مثلا احنا عملنا ابليجن 70 مايكرون 80 مايكرون، لازم اسجلها ولازم انا اكون انا عارف السنتر تيكنس عندي قد ايه. يبقى السنتر تيكنس او الفينست لوكيشن سي هو 500 مايكرون، وسي انا عملت ابليجن 50 مايكرون، عملت تمام. بي ار كي وعملت ابليجن 50 مايكرون، 50 على 500 يبقى ده 10%، يبقى البيرسن عندي ذس از 10% which is very good. طب جيت انا رفعت في لعبه الثيكنس بتاعها 100 مايكرون وعملت ابليجن كمان 50 مايكرون لكورنيا كلها 500 مايكرون، يبقى عندي فلاب ثيكنس 100 مايكرون وعندي الابليجن 50 مايكرون على سبيل المثال، كل ده يبقى 150 على 500. في الميه حاليا تقريبا لقيت 40%، ما ينفعش ابقى 45% اللي الايفيدنس اللي بتتكلم بيقول لك ان هو وي شودنت go into more this، يعني ممكن اقول له لا خلاص انا لو عملت ليزك يبقى تقريبا 100 بنعملها بالفيمتو او اس بي تي فيم فلاب، وبعدين هنعمل انديجن يا دوب ال 50 مايكرون، يبقى ما ينفعش نعمل ايه، يبقى بلاش اعمل لك ليزك، انا اعمل لك بي اب. لو هاي ايرور يبقى برضه ما ينفعش خالص اعمل فلاب. والشاهد كمان من الكلام ان هم بيعتبروا ان الايه ان الفلاب تكنس داخله في التشو اوربر، يعني بيعتبروا ان الفلاب دي كانها مش موجوده، كانت اتحسبت مع الابليجن، يعني ده ايفيدنس قوي جدا ان احنا لما بنقول لما بنرفع فلابه بنرجعها تاني، عملنا عمليه جميله جدا، هل الفلابه دي رجعت تاني to be considered as part of the corneal integrity and the corneal thickness؟ لا، لا تعتبر انها حاجه كانها مش موجوده. تمام. بتتحسب مع التشو الابليتد، التشو الضخم كله. حضرتك في البرسنتج دي في البي ار كي بتحسب السيكنس بتاع الابسيليوم ولا الابسيليوم سيكنس ما بيتحسبش؟ ما احنا مش هنحسبه لانه يرجع تاني، معنى هو السيليوم 50 مايكرون، واحنا لما بنشيله هو بيرجع تاني، هيرجع تقريبا 50 برضه، فبالتالي ايه انا مش هنبص عليه، انا اولموست اي كونفرتد من سنين كبيره كل شغلي الى السيرفيس ابريشن، عشان احنا زي ما قلنا في الدوليه النهارده هو اللين اللي هو منع الهدف، وي هاف تو سيف ذا تيشو اوف ذا كورنيا فور بيبل. اي نعم، في فتره نقاهه وحشه في الاول سماها حتى يعني فتره رخمه شويه شو في الكلمه او في اللفظ، بس لما عين بيفهم ان احنا بنسيب لك الكورنيا بتاعتك انت انت كومباكت، غير ما نسيب لك الكورنيا بتاعتك فيها لحام فيها، لان هو من ضمن الايفيدنس الايفيدنس كله بيؤكد ان الكورنيا ليزك فلابس نيفر هيل، they never heal، يكون في هيلينج ضعيف من البريفري بالابيثيليوم، لكن الستروما دونت هيل، لان لو كانت تحصل هيلينج هيحصل سكارينج هياثر على الرؤيه، لكن ليزك فلابس نيفر هيل. لو الانسان دخل اي تروما، التروما دي هتؤدي الى ديسلوكيشن، وفي فاريبل انسيدنس للفلاب ديسلوكيشنز، لكن بالذات كل الناس اللي عندهم اكتيف لايف، ناس رياضيين وناس اللي عندهم حركه والستر عندها اطفال والعسكريين والصناعيه، كل هؤلاء الناس رايبل ان يحصل عندهم معرضين لمشاكل التروما للعين، وفي لحظه يحصلون ديسلوكيشن. غير كده كمان الاوكرنس اوف بوست ليزك، اذا لما هنشوف كل الايفيدنس ريبورت بيحصل اكتر مع الفلاب ليفتنج، لكن اتس فيري رير ان هو يحصل اكتيزيا مع السيرفيس ابليجن تكنيكس، ودي ده كومبليكيشن ملعونه. عشان كده احنا لما نيجي دلوقتي شويه عند الكونسنس هنشوف الامريكان اكاديمي، في شركه امريكيه في تكساس، شركه تقريبا شركه قانونيه عملت بيست ديزاين للكونسنس، بيست فورموليشن للكونسنت فورمز. يعني انا دكتور دلوقتي جت الشاشه ولا لسه؟ لسه ما جاتش؟ لا ما جاتش والله، لسه ما جاتش. اعمل شير تاني جايز ربنا يفتح. اعمل شير، حاضر اعمل شير تاني، حاضر اهوت. لما نيجي نشوف الكونسنت اللي من ضمن الحاجات الميسنج في بلادنا، يعني احنا في بلادنا برضه العامل مش كونسنت، لا احنا عايزين نتكلم صح. معلش يا دكتور، نعم ما جاتش الشاشه، مش لا لسه نوت شير.
طيب خليني اشرح. انا كنت ايوه هتكلم عن الكونترا انديكيشنز للليزر فيجن كوركشنز، وفي عندنا ابسولوت كونترا انديكيشنز، وفي ريلاتيف كونترا انديكيشنز. لما يكون عندنا الانستيبل ريفراكشن، لو حد عنده انستيبل ريفراكشن انكلودنج الايج، يعني عندنا الاف دي اف بتتكلم عن 21 years old، ده من 21 سنه، ولو احنا بنشتغل على 18 سنه فشغلنا على 18 سنه دي تعتبر جزئيه اوف ليبل اكسبتد، بس تعتبر جزئيه باي شغل بعد كده لو الانسان وافق عليه. ساعات بيجي ناس رياضيين او ناس داخلين مدارس حرفيه ومدارس صناعيه عندهم رغبه قويه جدا عشان في اختبارات طبيه ان هم يعملوا ليزر فيجن كوركشن، فلازم بيمضي على كونسنت وبيفهم كويس قوي ان هو عشان لسه الريفراكشن مش ستيبل، ان هو هيحتاج فيما بعد عمليه ثانيه. وفي اي ابنورماليتيز في الكورنيا زي كراتوكونس او اي سسبيشن، انترستيشن كراتايتس نيوروتروفيك كراتايتس اكستنسيف او ده ما ينفعش نعمله. اي الكورنيا تكنس نوت اوكي ما ينفعش ان احنا نعمله. في فيجوالي سيجنفيكانت كاتراك ان كنترول جلوكوما ان كنترول اكسترنال ديزيزز زي البلفرايتس دراي اي ان كنترول اوتو ميون ديزيز ان كنترول منتال ايلنس including anxiety او depression او unrealistic patient expectations، كل دي بتبقى ايه كونديشن تخلينا نقول لا ما نعملش العمليه للانسان ده. كمان من ضمن الحاجات ال relative contraindications اللي هو one eye person عنده function monocularity، ما يبقاش عنده جهينه واحد، عنده عين ضعيفه جدا وما عندوش غير عين واحده اللي هو بيستخدمها في حياته، تعرضها للعمليه لها possible complications. طبعا ما ينفعش الكلام ده. لو عندي اكسسيف ستيب كورنيا او اكسسيف فلات كورنيا برضه لا، ده فيزيكال انديكيشن. عندي ابنورمال كورنيا توبوجرافي او كنت انديكيتنج بوسيبيليتي اوف كراتوكونس، لو عندي سيجنفكت ريجولار استيجماتيز فيجوالي سيجنفكت كورنيا ستروما او انديكيتد ديستروفيز، لو في هيستوري اوف سيلف سيمبلكس او بريسيلا، لو في جلوكوما، لو في هيستوري يوبيايتس دايبيتس مديتس ان كنترول، لو في بريجنسي او لاكتيشن ما نعملش عمليه للايمن او لاكتيتنج ما ندخلهاش اوضه العمليات. البعض يسال يعني يفرق ايه؟ طبعا دخل اوضه العمليات ليه؟ ممكن تخش في ابورشن. النقطه الثانيه ان الهرمون الكونديشن اللي فيها بيكون في ووتر اند سولت ريتنشن، سلطة النوتر ريتنشن، فده ممكن يعمل كايند اوف كورنيا ديما والتكنس بتاعها مش اكيوت قوي ويديك نوع من الاوفر او اندر كوركشنز. هو يا فندم احنا بنقول لحضرتك يعني الكونديشن ده بيبقى ستابلايزد بعد ما توقف اللاكتيشن بقد ايه؟ بنقول 6 مانث، يعني كان اوفر 6 مانث. في بعض الادويه السيستميك ميديكيشنز زي الايزوتريتينوين الامايودالدرون او السومات او بعض هذه الادويه الكولتشين، وزي ما قلنا ايش تحت سن الايه سن ال 25 سنه. عاوز اقولها دكتوره لو حتى بعد بعد ما نخلص هذا الميتنج في موقع اسمه اوميك او ام اي سي دوت دوت كوم ريسك مانجمنت ريسك دوت مانجمنت باك سلاش كونسنت فورمز، ده موقع بترعاه الامريكان اكاديمي اوف اوفثالمولوجي والامريكان سوسايتي اوف كاتر كان ريفراكتف سيرجري، وده موقع جميل جدا لان احنا كنا من طيب عاملين جروب انا والزملاء الاساتذه الدكتور محمد عمان الدكتور منى حامد ومجموعه اساتذه عشان نحاول نعمل فورميليشن للكونسنت فورمز اللي نستخدمها في لوحات العلم المختلفة. احنا كنا محتارين واكتر من زميل نشر حاجات كويسة، ولكن لما لقيت الموقع ده حسيت انه فعلا فعلا سيمي ايديا رائع جدا انه عامل كونسنت فورم لكل جراحات العيون. الشركة دي فقط بتاعت ريسك مانجمنت، الاطباء اللي بيشاركوا فيها باشتراكات هم اتس فري ان احنا نعمل داونلود لكل الكونسنت فورم بتاعهم. يبقى جميل جدا ان احنا نلتزم بده في مستشفياتنا ومراكزنا، اي انسان عاوز يبعد عن الاخطار داونلود لهذه الكونسنت فورم ويترجمها للغه العربيه، او هتجد لحضراتكم انه مع الليزر او مع البي ار تي او مع اي تكنيك فيه كونسنت هايل جدا. الكونسنت بتاع الليزر على سبيل المثال
بيقول انا اقر، الدكتور شرح لي ان في فيجن ثريتنينج كومبليكيشن، في مستند فورم ذاكر لسته من الفيجن ثريتنينج كومبليكيشنز ولسته ثانيه من كومبليكيشنز نون فيجن ثريتنينج. الفيجن ثريتنينج كومبليكيشن هم ثمانيه وهم كلهم ريليتد للمايكروكراتوم، ابتداء من المال فانكشن او الفينتو ليزك. لو عامل كونسنت واحد ليزك والفينتو ليزك لما انا اقول الحقيقه مفيد جدا، فيري انفورماتيف، ابتداء من المال فانكشن اوف ذا ماشين، وقد ينتج عنه دامج يعني او تاجيل للعمليه، او ان تحصل فلاب كومبليكيشن ايا كانت نوعيه الفلاب كومبليكيشن ايه. ممكن يبقى فيه فلاب، ممكن يحتاج الدكتور الجراح يخش يخيط الريكاب، ياخدها سيوتشرز بالريكاب ديت عشان يثبتها، قد يحتاج ذلك. ممكن في باتون هولينج، ممكن يبقى فيه تورن فلاب، ممكن فلاب ستريشنز، ممكن في فلاب ديسلوكيشن بعد العمليه. فثمان انواع من الفيجن ثريتنينج كومبليكيشنز اب تو انفكشن اب تو فيجن لوس. فالعيان او الانسان بيعرف الكلام ده كله لازم يراعي المعارف كويس قبل ما يخش. بعدين لسه ثانيه من النون فيجن ثريتنينج كومبليكيشنز زي حدوث الدراي اي، زي حدوث الهالوز، زي حدوث الكلاب، زي حدوث الستار بيرث، زي حدوث السنترال دي ال اي، زي السنترال كراتوباتي. حاجات كتير قوي من الكومبليكيشنز اللي هي ممكن زي قصه ان هو لما يجي له كاتراكت ليتر اون، فالاكيرسي اوف اي او ال ميجرمنت ما يبقاش عالي، ودي حاجه يبقى هو عارف كويس انها ممكن تحصل، او ان يحصل له كتاجر ليتر اون، او يحصل له ديسلوكيشن ليتر اون مع اي تروما. حوالي 24 نوع من انواع الكومبليكيشنز اللي موجوده في الكونسنت فورم بتاع الناس اللي هتعمل فيزيت او فيزيت فيزيت. ولازم هو كل واحد فيهم بيوقع انه عارف ان ده ممكن يحصل، عارف ان ده ممكن يحصل. ساعات هم طبعا كان ينقص انه يقولوا الانسيدنس، هم ما كتبوش الانسيدنس. لكن يقول لك اتس بوسبل اتس بوسبل اتس بوسبل. طيب لو فرضنا ان ايه، طب هل الانسان هيعمل عين واحده ولا هيعمل عينتين؟ فهنا دي نقطه مهمه، ان هو بيتكلموا على كانه هيعمل عين واحده، كانه عامل كاترال. طب الانسان هيعمل عينتين، احنا العنصر بتاعنا ان احنا بنعمل كاترال سيم داي سيمالتينيس سيرجري، فدي لها كونسنت تاني لوحدها، ان انا موافق ان انا اعمل كاترال سيم داي سيمالتينيس ليزك او فيمتو ليزك كورنيا سيرجري، او بي ار بي برضه البي ار بي ده الكونسنت بتاعه، وبرضه لو بايلاترال ده كونسنت اضافي عن الكونسنت الاساسي. وليست الكومبليكيشنز اللي هم ذكروها في البي قليله جدا، هي كلها ايفيدنس بيز، كله جاي من الايه، من الميتا اناليسيس الستاديز والريفيو ارتكلز. خدوا بالها براتكم، انا عايزكم تقروا كتير وتنزلوا كتير بيبرز ونجتهد في قراءه البيبرز ونفهم عملوا ستاتستكس ازاي. كتير مننا الشباب اللي بيعملوا رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه بينقصنا الحس العلمي. انا الحقيقه اكتر من مجله في مصر بيتصرف بان انا ريفيور المانوسكريبت، بيبعتوا لي المانوسكريبت قبل ما تنشر عشان اراجعها. والحقيقه بقى لان اوقات كتير قوي بلاقي مستوى ضعيف جدا، اخطاء كتير جدا، الستاتستكس تعبانه، بلاقي بلاجياريزم. فبحس ان احنا نصيحتي ليكم يا شباب ان اقروا بيبرز كتير، اقروا بيبرز. الجروبز اللي بتحبوا اللي انتوا عليها دي من هنا والاخر بنبعت لكم بيبرز حديثه بتبقى ببلش، فاقروها كده واقرا البيبر بعمق، وضع البيبر المهم خليها قدامك وراها وذاكرها كانك انت فاهم فيها، علشان دي بتربي عندك السنس بتاع الرايتنج والسنس بتاع الاناليسيس بتاع الساينتفك اناليسيس الى اخره. فهنا من ضمن البيبرز الممتازه اللي انا كنت برضو عاملها لكم في النهارده، بيبر نشرت في السنه اللي فاتت، كانوا بيتكلموا عن الكومبليكيشن اوف ليزك بالانسيدنس. عجبتني قوي، كنت بجيبها لكم وهبعتها لكم ان شاء الله، واعتقد انا شفتها لكم قبل كده. وكان في بيبر جميله جدا بتتكلم عن الانسيدنس اوف اكتيزيا بعد الريفراكتيف سيرجري، برضه ده عباره عن ميتا اناليسيس، يعني جمعوا كل ما نشر اكبر عدد من البيبرز اللي نشرت في هذا الموضوع، وعدد كبيره خالص من
الكلام ده في امريكا، بيترفع في امريكا، وجمعوا كمان وكاسبين بابلش في العالم كله، وحاولوا يطلعوا النسب والاحصاءات بتاع الاكتيزيا بعد هذه الاكس، وكان بنلحق منها الانسيدنت نسب الحدوث بتاع يا ترى مين اكتر بيعملوا بي ار تي اكتر ولا بيعملوا ريسك اكتر، لان ايضا احنا بنستفيد من فهم الترند الدولي. فالترند الدولي لما بنعرفه بنعرف الدنيا بتعمل ازاي، لان المثل بيقول السعيد من اتعظ بغيره. احنا بنعرف دوليا ان العالم ماشي ازاي، فبنستفيد من ده. الدراسه دي حببتها لحضراتكم، الخلاصه ان هم دوليا وجدوا ان حوالي 25% من فوليوم بتاع الريفراكتيف كورنيال ليزر سيرجري بيبقى سيرفس بي ار اي، والنسبه الباقيه بتكون فيمتو ليزر، والنسبه الاقل هي المايكروكروتوم ليزر، ونسبه الاكتيفيتي عاليه بتبقى مرتبطه اكثر بالفلات ريفتنج ترفع سلابه، ده اللي معاه نسبه اعلى في حالات ريبورتد بعد البي ار اي. بس عندك ده ممكن يكون كان بروتوكولز وظهر او ميبي الريت الابليجن بروسس. من كل الحاجات اللي انا كنت جايبها لك هو ايضا اليوريكو اللي هو اليوروبيان كواليتي اوت كمز بروجكت. انا طبعا مش بعرفك دلوقتي من السلايدز للاسف، مش لان انا قصه الشيرنج ما حصلش، دي قصه مش ظريفه، لكن راجع معاكم. نعم دكتوره، بقول لحضرتك استاذ حضرتك نحاول تاني نعمل شير سلايد، لان اكيد حاضر اكيد هنحتاج نحاول اعمل فيديوهات. بحاول اعمل عشان كنت عايز اوريكم فيديوهات الحقيقه، كنت عامل زي انا كنت جايب 12 فيديو، كنت جايب 12 فيديو ان شاء الله. مش عارف دي مش راضيه تشتغل. انا هقول لك دكتوره مروه على ماي هيستوري وذ ريفراكتيف سيرجري، ان انا سنه 1996 اخر مره كنت اعمل راديال كيراتوتومي بالدايموند نايف. ايامها حصل معايا العيانه حركت عينيها فجاه، فحصل بيرفوريشن، فاخدتها ستيك ب 8 0 فجاه كده، اول فصادم وانا بعمل راديال كيراتوتومي كان بيجيب نتائج معقوله في الناقص 3 وناقص 4، ولما حصل هذا البرفوريشن طلع شويه اقوس، رحت انا واخدت ستيتش، هي كانت بتحاول 6 على 60، بعد كده في سكار بسيط خالص في السنتر و شي ستيز ذا سيم. بعدها توقفت خالص عن ان انا اعمل ريدر كراتوتومي. 1998 was my first laser piece، واذكر ان انا حتى عملتها في المهندسين في مركز مغربي للعيون في شارع محي الدين ابو العز، احد المراكز الجميله اللي كانت شغاله، كان ايامها ان يكون في مركز فيه جهاز ليزر كان ما كانش دايما كتير. واذكر من ضمن الحاجات الحلوه اللي ساعدني في الحاله دي كانت فوز ماي فيرست كيس، كان الدكتور حسين النحاس استاذ عندنا في القسم. الدكتور حسين كان سينيور يسبقني بسنتين، هو الدكتور طارق رضوان في ايامها. قلت لحسين يا حسين عندي حاجه ديزي بتاع، فهو واقف معايا في الحاله. طبعا ده هيستوري الواحد ما ينساهوش. بعد من سنه 98 بعد كده قعدنا نشتغل الديزي بتاع عندنا، الله يرحمه استاذنا الدكتور كارم كورتيرا، وكان احد الاساتذه في طب بنها، ودي عندنا الاسماعيليه تشرفنا بيه سنه بقى، هو رئيس القسم عندنا، وعن طريق التعاون الدولي استطاع ان هو يجيب مبلغ كويس قوي، اشترينا بيه جهاز الزايمر ليزر 117 كيلو كور، بوتن دوم ب 117 كيلو كور، قعدنا نشتغل عليه كذا سنه. وبعد كده حصلت مشاكل اداريه، بدات من 2004 اشتغل تاني في القاهره، ورحنا مركز 6 على 6 اللي هو حاليا نور الحياه والعيون في شارع المرغني. بدأنا نشتغل وقت كده ايه مهندسين الى اخره. فدي كان هيستوري اشتغلت على غالبيه الهيستوري. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. الحمد لله بقيمة نفسي طبعا، ولكن هيستوري كل الاجهزه اشتغلت طبعا. درست الفيلم 2007 بدات اشتغل الفيلم تو ليزك، اشتغلت عدد كبير جدا من حالات الفيلم تو ليزك. الفيلم تو ليزك ممتع جدا الشغل عليه، الجراح اللي حاسس بالثقه وبالسعاده، والعيان ايضا بيكون تراستد تكنولوجي، بتبقى شويه اكسبنسيف اكتر، بتكلف اكتر، ولكن السيفتي فيها اعلى، يعني خلاف ريليتد كومبليكيشنز اقل، برغم انها سبيشال كومبليكيشنز خاصه بيها زي الاوبيك بابل لاير اللي الناس كتير اللي بيكون في الكورنيا، سم تايمز يكون فيه جاز بابلز بتدخل جوه الانتيريور تشامبر، ودي بتاثر على الاي تراكر، بتخلي الاي تراكر
مش قادر يعمل تراكنج، وده ممكن يؤثر على الاكوريسي بتاع الابليجر. مفيش سكرين شيلنج حصل. ربنا يبارك في حضرتك. حصلت لي شيء محترم على الوقت. حصلت شيرنج سكرين؟ لا لسه ما عملتش برضه شغل. ما حصلش. طيب خليني اتكلم برضه كده. فطبعا من ضمن الحاجات بتاعت لما نكمبير المايكروكروتوم ليزر والفيمتو سكند اسيستد ليزر، ان سام تايم يكون في تكنيكال ديفيكولتي مع الفيمتو ليزر. يعني اتس ايزير انك تستخدم المايكرو كروتوم، لكن مور ديفيكولت انك تستخدم بعض اجهزه الفيمتو ليزر. فاجهزه الفيمتو ليزر في اجهزه البيشنت بينام على الترابيزه اند يو موف ذا تيبل توردز ذا ماشين، وفي بعض الاجهزه العام ستيبل اون ذا تيبل ما بتتحركش، وفي ارم كده انت بتجيب الارم كله اند يو بوت ات اوفر ذا اي زي جهاز الزيمر الزد 4 الزد 8. الجهاز ده جميل ان هو ليه سبيشال كاركترستكس، ان انت وده على فكره نوع من اللين. يعني احنا من ضمن التوجهات التغيير النهارده السيفتي واللين. اللين اللي هو الهدر، توفير الوقت، توفير الحركه، ترانسبورت موفمنت. انت بتقعد تحرك العيان وتجيبه يمين وتجيبه شمال، العيان ثابت في مكانه وانت بتحط فوق من عينه الارم كده دراع معين كده، وهو ده فيه الايه الافيشنت انترفيس كون، وينزل الفيمتو سكند ليزر على الكورنيا وكده تشيل هذا الارم اللي فيه الكون وتكمل العمليه بتاعتك والعيان على نفس السرير تحت جهاز الغامر ليزر. وكمان الجهاز بيبقى الجرامك ان اتس سايز صغير في حجمه، وتقدر تحركه من اوضه لاوضه. لو فرضنا ان الجهاز موجود تقدر تعمل بيه اي سي ارز، تقدر تعمل بيه كراتوبلاستي، تقدر تعمل بيه فيمتو كاتراك، تقدر تعمل بيه تمبليزك. يو كان موف ذا ماشين لان ليه ويلز حجمه صغير وسهل في حركته وليه عجل. لو انت حاطه في مركز فيه ثلاث او اربع غرف عمليات، في هنا عمليه سكيدول في الاوضه دي تعمل كراتوباستي، وعمليه سكيدول دي هتعمل فيمبليزك او اي سي ار. يو كان موف ذا سيم ماشين بتوين ديفرنت رومز. وكمان الديسكريبشن اوف ذا فيمتو اللي هو ريجارد الانرجي اوف ذا فيمتو بالسز والفريكونسي اوف ذا فيمتو بالسز. كل ما يكون اللو انرجي الانرجي قليله والفريكونسي هاي، كل ما الاير بابلز بتكون قليله جدا، وكمان بتبقى البالس اوفر رايدنج اتش اذر، فتيجي ترفع الفلابه. وانت بترفع الفلابه بعد ما بتعمل الفيمت بيزك بتجد انها سو ايزي تو لفت، زي سهوله الفلابه اللي اتقطعت بالبليد بتاع المايكرو كراتوم. الاجهزه الثانيه بتبقى لا في سبيس بين البالس والثانيه، ففي تشو بريدجز، فبتخليك بتعاني من ضمن عيوب الفيمتو ليزك انك انت وانت بترفع الفلابه في شويه صعوبات على بايسكت الفلابه، وممكن تتقطع منك احيانا. صعب انها تقطع منك، بس على الاقل في صعوبه على انت انك تدركها من مكان. لكن مع الماشين ده الزيت فور ده لا بتشيلها بكل بكل سهوله، ما يكونش فيها زي الادهيجنز. طبعا من ضمن التوجهات الدوليه ريجاردنج سيفتي، سيفتي يعني ما يحصلش انفكشن، يعني هوسبيتال ريليتد انفكشنز. فالستيرلايزيشن هنا عشان كده النهارده يمكن الكونفرشن للسيرفيس ادجن بيرحم الجراح. انت بتحافظ على قلبك الحقيقه، يعني انا كونفرتد مور ذان 15 ييرز توتالي، كل شغلي بعمله على السيرفيس. اصبحت بتشمل بيشنت اكتر، لانك انت في عنده اللي انت كنا بتاعتك مش نافعه اللي مش عامل لك ليزك، لا بس تقدر تعمل له سيرفيس ادجن. العيب بتشرح له كويس قوي، يعني جود كاونسلنج بري اوبرتيف كاونسلنج، انت بتشرح له في الم، انا هديك مسكنات، في اكتر من نوع من المسكنات. وعلى فكره البينوكس واستخدامه، احنا كنا من فتره كنت دخلت على مجموعه اسكندريه وسالتهم سؤال عن يا جماعه حد عنده ايفيدنس عن استخدامنا لقطره البينوكسينات بعد عمليات السيرفيس ابليجن انالجيزيك،
هل في اي حد عنده اعتراض او اي ايفيدنس ضد هذا الكلام؟ فالامريكان اكاديمي في البرتيرب براكتس باترنز ذاكره ان ده وان اوف ذا لاينز، يعني اكسبتنج ان احنا نستخدم البنوكس كجزء من العلاج مع نصيحه ان احنا ما نطولش بيه. القصه كلها في الابيوز اوف ذا بوكسينات او البنوكس، يعني ما احرمش العيب منه، لان احنا عندنا هنا الزملاء اللي بيشتغلوا سيرفس ابليجن اعتقد في ترند كبير. انا لما اكلمكم كنت اشرح اوريكم اللي يوريكم اليوروبيان كواليتي اوت كمز ريلستي، السجل الاوروبي لجراحات العيون كلها في عدد كبير جدا من الدول الاوروبيه، ويشترك معاهم كثير من الدول اللي مش اوروبيه. جزء من هذا الريجستر عن ريفراكتيف سيرجري، ولما هتشوفوا تشوفوا حضراتكم اللي ان هم نسبه الليزك عندهم 22% بس، 78% عباره عن سيرفس ابليجن ما بين اللزيق وما بين، يعني نص ونص، يعني 78% من شغل الريفراكتيف سيرجري. في التقرير النهائي بتاع اليوريكو 78% من الشغل عباره عن اصلاح سطحي سيرفس ابليجن، والامريكان اكاديمي بتسميها ادفانسد سيرفس ابليجن. ادفانسد سيرفس ايه؟ ابليجن، سيرفس ابليجن. الجيوش الامريكيه في دراسه اسمها يونايتد ستيتس ارمي، يونايتد ستيتس ارمي سيرفس ابليجن ستادي. فبحس ان احنا بعض الزملاء عندنا في بلادنا قصه البين اللي هيكون موجود بيعمل له فوبيا، بيخليه يخاف ان هو يدخل في حاجه مور سيف. انت على فكره العيان او الانسان اللي حصل له كومبليكيشنز بعد السيرفس ابليجن، انت ما انتش ليكش ذنب في حاجه خالص. اولا البين مش 100% عند كل الناس، احنا عندنا حاجه اسمها نورمال ديستريبيوشن كيرف اللي بيوصف كل حاجه. فالنورمال ديستريبيوشن الماجورتي اوف بيبل بيحس ان هو عنده فوري بودي سنسيشن، وبيستحمله وبيستريح مع اي انرجيزيا، اي مسكنات ياخدوها، مع كمادات بارده، كنز الحاجه الساعه من ضمن الحاجات المهمه. ساعات ممكن يضع نقطه مدريسيل او مدريد او بليجيكا، ممكن نقطه واحده في ريبورت بتقول ان انت كان سايكل ممكن تقل ميبي يكون في سباز في السيليا دي. انا عاوز اقول ان الدين مانجمنت دي اكتر من طريقه، وبخلي العيان يختار اي حاجه بتريحه، مع نظاره شمسيه، مع الاطابات اللي حطها في الثلاجه، مع كنز الحاجه الساعه. الليلة دي بتعدي بالطول العرض نسبة قليلة قوي من الناس اللي يكون عندهم السيفير بين، لكن بعد كده العيان يبقى سعيد بحياته، بيعيش حياته كلها. انت تخلصت من الفلاب ريليتد كومبليكيشنز، هتجد ان الروت كوز الاسباب الجذرية للمضاعفات اللي بتحصل بعد الليزك هي كلها مرتبطة، او سببها قطع فلابة. يعني انت بتقطع فلابة هي الروت كوز لكل المصايب اللي بتحصل. والانسان نفسه لما انت بتشرح له في الاول ان انا مش هقطع سلاله، انا هشتغل لك اون ذا سيرفيس، ما بتشرحش لها ليزك سطحي. ليزك سطحي ده تضارب اسمه اصلاح سطحي بالليزر. الليزك هو عمليه يتم فيها قطع شريحه، وده تلاعب بالالفاظ، مش حاجه اسمها ليزك سطحي وتعمل له ليزك وتسميه سطحي. شغل كوميرشال مش كويس. الاف دي اي كانت بعت خطاب لأطباء العيون، وهذا خطاب ببلشت على الويب سايت. لو دخلت خطاباتك على الـ FDA ويب سايت هتلاقوا حاجات كتير قوي عن الليزك. ادخل على الـ FDA واكتب كده سيرش ليزك، بس اكتب كده سيرش عن اي حاجه مرتبطه بالليزك، هتجد ان كان في خطاب موجه لأطباء العيون سنه 2011، وبيقولوا ان لازم تكون اونست في البروموشن بتاعكم، حملات الدعايه بتاعتكم، كمان في الكونسلتيشن، في البري اوبرتيف كونسلتيشن مع العيان، مع الانسان، يفتو بالاونست انك انت تشرح له الكومبليكيشنز، وما ينفعش تتغير الحقائق ووضح له كل حاجه. علشان كده هو بس حضرتك، يعني انا طبعا خبرتي قليله في الريفراكتيف سيرجري، بس يعني اي انا اعتمدت منها حضرتك بتاع البي ار كي من ساعه ما حضرتك قلت نشتغل بي ار كي من سنين يعني. فانا ما فيش صراحه بيشنت انا اتعاملت معاه وقلت له وجهه النظر اللي حضرتك بتقولها اللي اقتنع صراحه، يعني ما فيش حد بيعترض على شويه الم موجود بعد العمليه لمده يومين او ثلاثه، بس في مقابل انه ان ديت امن ودي مضاعفاتها اقل
وان عينيه بتبقى كانها ما اتجرحتش ما اتفتحتش ما فيش فيها اي مشاكل حصل بالنسبه لها. فالناس صراحه بتتقبل الحكايه ديت. انا يعني بيج فان للبي ار كي زي حضرتك بالظبط يعني. ف هذا تمام. لا ده كلام جميل جدا. انا ما احط طلب مره، لكن في زملاء افاضل مثلا هم بيشتغلوا دي حاجه كويسه، ما ينفعش ان احنا هو حاجه كويسه، لكن لازم العيان يبقى فاهم ان في بوسيبيليتيز على الاقل اللي هو الموجود على اوميك دوت كوم، اوميك دوت كوم باك سلاش ريسك كارتا مانجمنت باك سلاش كونتنت كارتا فورمز، وانا هبعته لحضراتكم يقرا ليستة الكومبليكيشنز المحتملة، وفي نفس الوقت يقارن بينه وبين البي ار كي. لازم العيان يكون بدمه الاثنين، الكونسنت فورم ده والكونسنت فورم ده، ويعرف ان دي بوسيبيتي ويعرف ان دي بوسيبيتي. على فكرة الاف دي كمان من ضمن الجهود اللي بيبقى منها ان بدأت تطلع حاجة اسمها بيشنت ليبلنج انفورميشن. بيشنت ليبلنج يعني عاوزة تطلع له كتاب وتنشره، والكتاب ده فيه كل هذه البوسيبل كومبليكيشنز قبل ما يعمل عمليه كتاب، لازم هو كمان ايه وتنشره على الويب سايت بتاعها ويشمل كل هذه ايه الليست. كان في دراسه اسمها يعني احنا النهارده كل الكومبليكيشنز اللي احنا بنتكلم عنها وبنشير اليها دي اسمها كلينيشن ريبورتد اوت كومز، كلينيشن ريبورتد اوت كومز. لكن في حاجه احنا بتغيب عننا، العيان واحاسيسه وشكواه وايه اللي بيحصل له بعد العمليه اللي بيسموها بيشنت ريبورتد اوت كومز وذ ليزنج. باول patient reported outcomes with laser شرطة symptoms and satisfaction. كنت برضه هكلمكم عن ده موجود، وهم عاملين على فكرة نوع من الكوتشنير علشان يقيسوا شكوى العيان كما يشعر بها العيان بعد العملية، وكمان يقيسوا حالة العيان غير الكلينيكال اكزامينيشن اللي احنا بنعمله. بنعمل كلينيكال اكزامينيشن غير الكلينيكال اكزامينيشن اللي احنا بنعمله. في حاجه ثانيه اللي هي لازم اقيس العيان يكتشف من حاجات ثانيه الاجهزه بتاعتنا مش بتقيسها، اللي هو ايه اللي هو البري اوبرتيف. عامل واحد اسمه بري اوبرتيف كويتشنير، صممه كويتشنير. الكويتشنير ده استطلاعات يعتبر تول او انسترومنت to measure what the patient is feeling. يعني ممكن يكون عيان عنده هالوز من قبل ما يعمل العملية، ممكن يكون عنده ستار بيرست من قبل ما يعمل العملية، ممكن عيان عنده دبل فيجن من قبل ما يعمل العملية، وممكن تزيد بعد العملية. فالكوتشنير ده بيتكون من حوالي 100 120 سؤال، وكله درجات بتشعر بكذا. وبعدين لما يشرح له الهالوز يجيب له صور الرؤية الطبيعية هي، لكن درويت هالوز بسيطة، لكن درويت هالوز جامدة. يجيب له مثلا ايه اضواء، ماذا يعني هالوز، يديك الديفينيشن بتاعها. يعني كده لما تكون بتبص لاي حاجة مضيئة كلها سايحة على بعضها، يبقى ده اسمه جلير. سوري جلير يعني بص كده كله على بعض. طب الهالوز، يبقى الهالوز يعني هالات ضوئية، حاجات سيركولار كده تحيط بأي شيء مضاء، مصادر الضوء. ستار بيرست ان فيه لاينز radiating lines coming out of the luminant object. وريله الصورة علشان مبقاش إنسان بيقرا كلام مش فاهمه، يبقى شاف إكزامبل قدامه، يجاوب على الكوتشنير ده قبل ما يعمل العملية، وبعد ما يعمل العملية بأسبوع، وبعد ما يعمل العملية وبعدها بثلاث شهور، ويوصل ده للمستشفى او للمكان، واكتشفوا ان في مجموعه كومبليكيشنز مش قليله. وعشان كده في النهارده، وده اسمه البيشنت سنتر، لازم تشوف النهارده ازدهار للجنرال اوثورتي فور هيلث كير اكريديتيشن اند ريجوليشنز، الهيئه المصريه للرعايه والاعتماد في المعايير بتاعتها، وهي مشتقه من معايير البنت كوميشن، وهي كلها معايير دولية يركزوا على قصة البيشنت سنتر. الناس لازم تكون بيشنت سنتر، لازم تشرك المريض وتشرك أسرته في فهم كل حاجة وفي شرح كل حاجة وفي اختيار خطط العلاج. لازم ده يكون مسجل في استغل الايه استغل بتاع المريض، لان احنا ككلينيشن وكانها شفته زي مثلا جراح الشبكية،
راح شبكيه يقول لك ها حلوه الريتنا بتكشف، بس العام عامه ما بيشوفش. تعال انت حضرتك رايح بتقول ان الشبكيه كانت بتكشف وحضرتك بتحكيها له، فاهم؟ جميل جدا فروم ذا تكنيكال بوينت اوف فيو، لكن هو العام مش شايف. It's your responsibility قبل ما تعمل له عمليه وتعرضه لجراحه ومصاريف انه يبقى عارف انه مش هيشوف. لازم هو يكون عارف جيد، تكون مكتوب، لان برضه هم من ضمن الاوميك عملوا الكونسنت فورمز اللي حتى خاصه بجراحات الشبكيه وكل الاستخدامات. فمن حق المريض انه يعرف كل حاجه وبالتفصيل وكل الاحتمالات، ويكون ده مكتوب وريبورتد، ويكون معاه كوبي منه ويقراه قبل العمليه بفتره. ما ينفعش تجيب له العمليه وتمضيها على ورق هو مش فاهمه ولا عارف. لازم يكون خد وقته هو وقصته وفهمه وعرفه وداخل فيه. علشان كده النهارده لما نيجي نشوف الحالات الريبورتد للاوروبيين ريجستر، السجل الاوروبي اللي عاملاها الجمعيه الاوروبيه، العدد قليل من الحالات الليزك اللي عندهم او التصحيح الاخطار. هم عندهم 78% زي ما قلت لحضراتكم سيرفيس ابليجن سيرفيس كوريكشن، والنسبه 22% فيمتو ليزك، عدد قليل قوي من حالات المايكرو كروتوم ليزك اللي بتتعدى اصابع. فالمايكرو كروتوم بقى باطل، ده مش موجود النهارده، نادرا نختلف فيه عنده الحمد لله. فيمتو ليزك يا اما سيرفيس ابليجن تكنيكس، لان الناس لما بتقرا البوسيبل كومبليكيشنز بتاعت الكلاب ليفتنج، فالناس بتبقى فعلا اوير وبتبقى اورينتد. الموضوع مش موضوع سهل، يعني في بعض الناس انت بتحارب الليزر. انا ما بحاربش الليزر، ده علم، ده علم دولي، ده ايفيدنس دولي. كان في كذا ستادي يعني ريفيو ارتكلز، وفيه ميتا اناليسيز عن الكومبليكيشنز دي، ده كلام منشور لازم ان احنا نستفيد بيه ونتعلم منه ونعرف العيان، والعيان يختار في الاخر. ما انا يعني وفيها مرضى هنعمل لهم ده، يعني انا دي لسه عندي انا عندها مخش الاستجماتيزم، يعني زائد 6 زائد 6 بلس مع ماس 6 6 سلندر او 5 سلندر. طب متى هتختار؟ يعني الكلام عند الريجريشن، يا ترى هو اكتر بعد الليزك ولا الفيمتو ليزك ولا بعد البي ار كي؟ في داتا وفي ايفيدنس يقول لك لا والله الريجريشن بيكون اخطر بعد البي ار كي، ولكن بيحصل ايضا بعد الفيمتو ليزك. وفي كل الاحوال في بعض الحالات ان العيان في كل الاحوال الريزلتس بتاع الليزر فيجن كوركشن عمرها ما بتكون ان كل الناس بتشوف 6 على 6. لو هو 6 على 6 احنا بنقول من 70 ل 80% من الناس اللي قول لي هيشوفوا 2020 فيجن، وان فقط نقدر نقول 100% من الناس اللي هيشوفوا 6 12 او 6 18. لكن اللي هتشوفه 6 على 6 هم نسبه حوالي 70 الى 80% من الناس، وفي بوسيبيليتي ان الناس دي تحتاج ريدو ثاني وثالث. وممكن اصلا الريفراكشن حتى لو الناس ما عملتش نظارات ممكن الريفراكشن يتغير. ولما بيجي لك انسان، كل انسان انت بتحط له خطه ناسبه النهارده عند يوافته كونسيدر اولد اور تو ذا فيوتشر. الموضوع عشان كده من ضمن الحاجات الدوليه الحديثه اللي برضه سمعنا عنها الوورلد كوليدج اوف ريفراكتيف سيرجري اند فيجوال ساينس، الكليه الدوليه للجراحات الانتشاريه وابحاث وعلوم الابصار. طبعا دي تاسست في امريكا هذه الكليه، ولها بورد كبير، ومن اعضاء هذا البورد الاستاذ الدكتور اسامه ابراهيم. وجمعيه الكليه ديت لها فيجن كبيره جدا جدا بيسموها فيجن فريدم، يعني فور ليزم فريدم لكل البشر، حق كل البشر انه يكون عنده ابصار قوي. وهذه الكليه لها منهج كبير وبتستهدف ان الريفراكتيف سيرجري تكون سب سبيشاليتي خاصه. النهارده ما بتبقاش كومو بول لكل الدكاتره، يعني النهارده اي حد يجي يشتغل حاجه فيزيك ويمشي وطاقه. زي ما انتم شايفين هناك الكثير من التفاصيل اللي ممكن نعمل كاستمايزد بلان لكل انسان، وهناك الكثير من التكنولوجي المتغيره والكروس ثينكينج وتعمل ايه ولا ما تعملش ايه. احنا مرهقين عشان نتابع كل هذه الامور. فالوورلد كوليدج اوف ريفراكتيف سيرجري اند فيجوال ساينسز بيتخطط ان يبقى الكاتراكت والريفراكتيف سيرجري ده سبيشاليتي سبيسيفيك، وما تبقاش كومون فول لكل الدكاتره.
وبتتكلم عن انها على مستوى العالم بتستهدف كل الناس يبقى عندهم جود فيجن، والناس كتير بقى تشارك والناس تتبرع ويبقى في كامبينز. الحقيقه تدخلوا على الويب سايت بتاع هذه الكليه هتعرفوا. فهنا من ضمن الحاجات تمام. تحاول تشاريها. طيب هتحاول تشاريها. ايوه دكتوره مرة. ما هي المشكله في ابعت لك، ممكن ابعت لك برزنتيشن بس هيبقى في التليجرام. انا كنت بعته قبل كده دكتور محمد خد مده كبيره. انا ما احاول ما احاول هبعتك عن طريق التليجرام برضو مش كده؟ لا الفيديوهات بره، الفيديوهات مش جوه. هبعتها لك واتس. واتس واتس. طيب خليك معايا. بس كان في عدد كبير. هو خلاص فصل كده؟ فصل هو فصل ولا لسه شغال؟ لسه شغال. فين
ده بتبقى احلى. دكتور أسامة، حضرتك سامعني في التليفون صح؟ قابل طب للناس حضرتك قافل المايك بتاع التليجرام. ايوه يا فندم، سامعين حضرتك. انا بتاع، انا كنت بس بتكلم عن البيشنت سنتر، بس ده توجه دولي، كل الجهات الدوليه بتحترم ده، بتحترم شكاوى المرضى وما شعورهم به، وبداوا يعملوا متر يقيس ده، ميجر ويت اند ميجر، ات هاز تو بي ميجر، والمتر اللي بيقيس ده والآلة اللي ميزان اللي بيجينوا بيها هذا الأمر هو كوتشنير، اسمه فاول، فاول كوتشنير، بري أوبرتيف فاول وبوست أوبرتيف. فاول اللي هو بيشنت ريبورتد أوت كومز ويز ليزك، اس اس اللي هو السيمبتومز اند ساتسفاكشن. احنا كأطباء بنقيس الساينز، بنقيس حاجات، أما السيمبتومز فإحنا ما بنقيسهاش. احنا ما بنقيسش السيمبتومز، السيمبتومز حاجه سبجكتيف، فعشان السيمبتومز تتقاس عملوا هذا الكويشنير، ولازم كل انسان يملاه. حضراتكم اقدر ابعته لكم، وكمان نزلوه، ودايما خلوها حاجات تذاكروها، لان ده ممكن تجيلكم في الامتحانات. يعني ممكن النهارده اي ديزاين للامتحانات بتاعت الماستر والدكتوراه، الكلام ده دي اصبحت داتا علميه، داتا دولية علمية، ده ان احنا بنعرفها، وكمان ان احنا بنطبقها. حضرتك ممكن بس ما يعني تقفل الكاميرا او حاجه عشان ابدا انا اشير سكرين، هقفل لان عشان الكاميرا. غير يعني ممكن حضرتك تبقى تفتحها تاني بس ابدا بس انا اشير حاضر، سكرين. هقفل الكاميرا، عارفه حاضر منين؟ هقفل الكاميرا، شوف الكاميرا. شكرا لحضرتك. العفو. طيب يا فندم، حضرتك افتحها، انه شكلها كده شير سكرين مش من... افتح خلاص الفيديو، يا مش فندم شغال برضه، افتحها خلاص. فتحتها. يا فندم خلاص كده تمام، دقيقة واحدة هبدأ الشير سكرين، اتفضل بحمل بس الفيديو. اتفضل. ماشي يا فندم، انا سامعين حضرتك، اتفضل. بس انا دلوقتي ما عنديش سلايدز، اشغل بقى كمان من عندي، انزله اشغل. طب دلوقتي حضرتك عندي هتبداي تشغلي ان سلايد منهم. هبدأ بس واحد من، لأن عارفة أنا هبدأ فيديو من جديد يا فندم. تبداي الفيديو من جديد. فين ظهرت عند حضرتك؟ نعم، السكرين بتاعتي ظهرت عند حضرتك؟ آه.
لا انا شايف نفسي بس مش شايف حاجة تانية. كنت عايز اعرض الفيديوز بس مش نافع. مروة؟ الو؟ مروة؟ لا ايوه دكتور اسامه، ظهرت عند حضرتك؟ يا دكتور مفيش حاجة ظاهرة عندي. لا ظهرت السكرين، ظهرت. ما انا هي مشكله في النت عند حضرتك، لكن هي دلوقتي السكرين عندي ظهرت، هي شير دلوقتي. بس انا عندي مش شايف حاجة، انا عندي مفيش حاجة عندي. طيب اقترح ان احنا ننهي اللقاء لان احنا كده تعبنا الناس معانا. انا سعيد جدا بتواجدي معاكم وسعيد جدا بوجود الجميلة اللي بتعملوها على مجموعة الرماديون والله وكمان انا اسفه جدا في الايشوز، المشكله ديت، وان شاء الله نحدد ميعاد تاني نستمتع بمحاضره حضرتك إن شاء تاني. الله. يا ريت يا اكيد دكتورة نغير نشوف الزوم ولا حاجة، الزوم ما بيحصلش فيه المشاكل دي. اه مش ده عارف اكيد، ده اكيد لازم المره الجايه ان شاء الله يبقى زوم. إن شاء الله دكتورة مروة إن شاء الله. معلش بعتذر لحضرتك تاني عن المشاكل ديت، وان شاء الله لا خالص يا دكتور، أنا سعيد ويا رب يكون قلت حاجة مفيدة النهاردة للشباب. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في علمك يا رب ويزيدك علم. شكرا، او متشكرين قوي أشكرك لحضرتك. أشكرك يا دكتور، أشكرك شكرا، بالتالي. اتفضل معك. شكرا. Yeah.